بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم حققنا بحقائق أهل القرب، واسلب بنا مسالك أهل الجذب، وانفعنا بعلم علمائنا، وبصلاح أوليائنا، وبمحبتنا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أمدنا بمدده، وأنرنا بأنواره، ووفقنا لما تحب وترضى، أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، وأعذنا من مضلات الفتن برحمتك أرحم الراحمين، وخلقنا بأخلاقه الكريمة يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقارئ أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. وما زلنا في تفاصيل كتاب أحكام السلم. والسلم والسلف بمعنى واحد، والسلم عقد من العقود، عقود المعاملات. الشافعية عندهم على الراجح أنه ليس من عقود البيع، ولكن هو عقد من عقود المعاملات، له لفظ مخصوص اسمه السلم، وإن كان في وجه ضعيف عندهم أنه أيضا يصح بيعا لو كان المسلم فيه حاضر، فالعقد يكون بيعا بالرغم منه بلفظ السلم، ولكن الراجح أنه لا ينعقد سلم ولا ينعقد بيع، لأنه السلم عقد مخصوص بلفظ معين، كما أن عقد الزواج مخصوص بإيه؟ بالزواج أو الإنكاح، فلا يصح عند الشافعية بلفظ الهبة مثلا، وإن كان يصح عند الأحناف. يعني لو واحدة قالت، لو راجل مثلا ولي لزوجة فقال لشاب من الشبان وهبتك ابنتي على سنة الله ورسوله، وقال قبلت، لا ينعقد زواج ولا ينعقد حاجة، كلام باطل ما ينبنيش عليه شيء، لانه قال وهبتك، لازم يقول زوجتك او انكحتك، واخد بالك؟ لكن وان كان ينعقد عند مذهب الاحناف بلفظ الهبه، فكل مذهب له خصوصياته في بعض الفروع. فالشافعي عندهم ايضا السلم عقد مخصوص باللفظ ده، السلم او السلف. فلو قال مثلا اسلمتك 10 جنيهات في هذه الساعة التي أنت تلبسها مثلا الآن حاضرة، لا ينعقد لا بيع ولا سلم، لأن السلم المسلم فيه المفروض يبقى غير موجود، فطالما بقى موجود، طب ما هو موجود يبقى بيع. فقال لك الشافعية على الراجح عندهم أن هذا العقد لا ينعقد لا سلم ولا بيع، لغو. وإن كان في وجه ضعيف قال لك خلاص ينعقد بيع، العبرة بالواقع وليس بلفظ بنفس اللفظ، لأن الواقع قال له هديك 10 جنيه في الساعة دي، والساعة موجودة والعشرة جنيه موجودة وأنا شايفها بعيني، يبقى ده عقد بيع، مش كده برضه؟ لكن أنا قلت ما قلتوش بيع، قلت له بعني ولا اشتريته، لكن قلت له أسلمتك، فهمت إزاي؟ فلو أسلمت معناه إن المسلم فيه غير موجود، واضح؟ لو كان موجود بقى يبقى لا ينعقد لا بيع ولا سلم. فطالما المسلم فيه غير موجود يبقى هو عكس البيع بالآجل. البيع بالآجل انت بتاخد البضاعة وتأجل الثمن تدفعه بعدين، السلم عكسه، انت بتدفع الثمن والبضاعة مش موجودة لسه، هيجيبها او يصنعها او يحضرها، فلها اوصاف لابد انها تبقى موصوفة حتى تنتفي الجهالة، جهالة عدم حضور لان الرسول قال لا تبع ما ليس عندك،
يعني هو على الاصل، على الاصول عقد السلم بيبقى باطل، لانك بتبيع ما ليس عندك، وبتبيع غائب، ونهى عن بيع الغائب صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا العقد من العقود التي اجازها الشارع بالرغم انها باطله من حيث الاصول، يعني جاء على خلاف الدليل، جاء على خلاف الدليل يبقى رخصه لعذر. ايه العذر؟ حاجه الناس اليه، الناس بتحتاج مثل هذه العقود عشان تتيسر حياتها، مش كده برضو؟ فللتيسير على الناس اجاز الشارع هذا العقد، فلما اجازه وهو رخصه وهو على خلاف الاصل كثرت الشروط لتنفي الغبن والجهاله ويقل الشقاق اللي هيحدث بين الناس، كويس؟ عشان كده كثرت الشروط فيه. يقول لك لازم المسلم فيه يبقى فيه شروط معينه، ولازم نفس عقد المسلم فيه يبقى ليه شروط معينه، فجاب لك 5 وجاب لك 8 بعديها، 13 شرط علشان يتوفروا في عقد السلم. ليه؟ لانه على خلاف الاصل فلا يتوسع فيه ولا يقاس عليه، لان الرخص لا تقاس عليها ولا يتوسع فيه. تقدر الضروره بقدرها، فالرخص ضروره فتقدر بقدرها. واضح؟ وعشان كده كل ما تجد عقد على خلاف الاصل تجده بابه طويل، بابه طويل ليه؟ لان شروطه كتيره بقى. ليه؟ علشان على خلاف الاصل يبقى يضيقوه. واضح؟ فاحنا قرانا يعني عده شروط من الشروط المطلوبه في السلم، ووقفنا في الشرط الرابع اللي هو المسلم فيه، بيتكلم على الشرط الرابع. والرابع الا يكون المسلم فيه معينا بل دينا، يعني المسلم فيه اللي هي الحاجة اللي أنا هستلمها بعدين بالأجل، ما تبقاش معينة يعني موجودة الآن، لأن لو موجودة الآن بقى أبيع وأنا قايل سلم، فلا ينعقد سلم ولا ينعقد بيع. فيبقى يشترط ألا يكون المسلم فيه معينا، أي حاضرا ظاهرا تراه العين. واضح؟ أدي معنى معين. ألا يكون المسلم فيه معينا بل دينا، علشان هو سلف، دينا يعني إيه؟ مش موجود دلوقتي، في الذمة، يبقى شيء في الذمة، أدي معنى الدين، الدين في الذمة، يبقى المسلم فيه يبقى في الذمة، كويس؟ فلو كان معينا كأسلمت إليك هذا الثوب مثلا في هذا العبد، يعني الاثنين حاضرين، الثمن والمثمن حاضرين، الله ده بقى عقد بيع بقى، بس قال أسلمت، واضح؟ فليس بسلم قطعا، ولا ينعقد ايضا بيعا في الاظهر. في الاظهر يبقى ده ايه؟ الراجح في الاقوال، الراجح في الاقوال يسموه الاظهر، والراجح في الاوجه يسموه الاصح او الصحيح. والاقوال بالنسبه للامام الشافعي، والوجوه دي لاصحاب الاجتهاد في المذهب. واضح؟ فلما يقول لك الاظهر تعرف ان خلاف اقوال، واضح؟ اما يقول الاظهر، وساعات يقول الظاهر، يبقى فلا ولا ينعقد ايضا بيعا في الاظهر، وده المعتمد. والخامس، الشرط الخامس، الا يكون من معين، ولا يكون كمان المسلم فيه من شيء معين، كاسلمت اليك هذا الدرهم في صاع من هذه الصبره. لما اقول لك مثلا انا هدي لك العشرة جنيه دي عشان تديني قمح، كيلو قمح او 10 كيلو قمح او 5 كيلو قمح حسب السعر من كومة القمح اللي امامك دي، كويس؟ او ده لا يصح فيه برضو، لانه هنا بقى من معين، من معين، وانا حددت المعين وفي اجل، ممكن المعين ده يتلف، مش كده برضو؟ لما يجي الاجل يتلف، الكومة اللي انا حددتها دي تتلف، او الراجل يبيعها، او يجي لها آفة، يبقى انا كده تعذر الاستلام، لان انا قيدته بشيء معين. واضح؟ فعلشان كده لا يصح ان يكون المسلم فيه في معين ولا من معين، لا في معين ولا من معين، شرطين. واضح؟ هنقرا بقى كلام الشيخ البيجوري على الشرطين دول. قوله والرابع الا يكون المسلم فيه معينا بل دينا، دينا لان احنا قايلين ان عقد السلم قائم على حضور المثمن، على حضور الثمن وغياب المثمن، مش كده برضو؟ الثمن موجود والتاني مش موجود، عقد السلم كده. فلو كان المسلم فيه موجود معين ما بقاش عقد سلم. واضح؟
أي بل يشترط أن يكون دينا، لأن السلم موضوع لبيع شيء موصوف في الذمة كما تقدم. قول فلو كان معينا إلى آخر تفريع على المفهوم، وقولك أسلمت إليك هذا الثوب مثلا أو هذا الدينار وهذا هو رأس المال فلا يضر تعيينه، يبقى لا يضر التعيين في الثمن، لأن الثمن حده له سهل، لكن يضر التعيين في المسلم فيه اللي هو هيبقى في الذمة. واضح؟ فلا يضر تعيينه، إنما يضر تعيين المسلم فيه اللي هو يقابل إيه؟ السلعة في عقد البيع. المسلم فيه لا يقابل السلعة في عقد البيع، والمسلم يقابل الثمن في عقد البيع. واضح؟ فالضرر إنما جاء من قوله في هذا العبد. وقول فليس بسلم قطعا أي جزما لاقتداء السلم الدينية، لأن السلم بيقتدي بدين، فإزاي يبقى دين وهو موجود؟ واضح؟ يبقى لا يقتدي سلما أصلا. وقول ولا ينعقد أيضا بيعا في الأظهر لاختلاف اللفظ. واضح؟ لأن قال له أسلمت لك هذا المبلغ في هذا العبد. طب ما هو العبد موجود وأسلمت، ده معناه يبقى غير موجود، يبقى لا ينعقد بيع لأنه ما فيش لفظ بيع، ولا ينعقد سلم لأنه المثمن فيه موجود، فلا يبقى لا ينعقد كده ولا ينعقد كده. ده الراجح. المقابل للراجح قال لك لا ينعقد بيعا، وإيه؟ لأن العبرة بالمقاصد وليست بالألفاظ. لكن الراجح عند الشافعي أن العقود العبرة فيها بالألفاظ والمباني مع المقاصد، لأن الألفاظ تدل على المقاصد والمعاملات، أنا ليس لي اطلاع على النية، أنا لي اطلاع على اللفظ. واضح؟ فلازم أعتبر اللفظ مع القصد، فاللفظ يدل على القصد، إنما لو كان اللفظ يناقض القصد في المعاملات يبقى كده هفتح باب للغش كبير بين الناس ويؤدي إلى نزاع كبير. واضح؟ فعلشان كده الشافعي عندهم في المعاملات بخلاف ايه؟ بخلاف مثلا في العبادات. العبادات العبرة بالمقاصد، انا نويت بلفظ لساني صلاة الظهر وقصدت بقلب العصر، انعقد عصرا في العبادات، لان انت بتصلي لربنا وربنا له اطلاع على القلب. لكن في المعاملات انت بتعامل عبد، والعبد لا اطلاع له على القلب لكن له اطلاع وسماع على اللفظ. واضح؟ وعشان كده المعاملات المالية واللي بين البشر، مالية وغير مالية، أي معاملات بين الخلق العبرة فيها بالألفاظ بجانب المعاني. فإذا اختلف القصد عن اللفظ انعقد ما يقتضيه اللفظ، لأن أنا لا اطلاع لي على النية. واحد جاه عايز يتزوج بنتي وهو حاطط في قلبه إنه هيطلقها بعد 6 أشهر. طب انا مالي؟ انا ما طلعتش عليه، الزواج عقد تأبيد. فهو قال قبلت وقلت له زوجتك، وهو قال قبلت وحطت في قلبه انه ناوي ايه، لانه هيقعد 6 أشهر في البلد دي، فقال دي انا اقعد متجوزها 6 أشهر وما اجي اسافر بطلقها. هو حاطط كده في قلبه لكن لم يصرح ولم ينبهني، لان لو نبهني يمكن ارفض، وفي الغالب هرفض. واضح؟ يبقى ده ينعقد ايه؟ ينعقد زواج، لان العبره باللفظ، ينعقد زواج. والشرط والقصد اللي في قلبه لاغي لاغي. وهل يعتبر زواج مؤقت منهي عنه ام لا؟ قال طالما لم ينص باللفظ ليس بزواج مؤقت، ولكن هو العبره في الزواج انه على التأبيد. طب والقصد ده؟ يقول لك لغو لغو، لا ينبني عليه شيء. واخد بالك ازاي؟ لانه قد يتزوجها بهذه النية وبعدين ايه، يلاقيها امرأة طيبة وكويسة غير رأيه وما يطلقهاش. فلو جمر 6 شهور هل تبين منه؟ ما تبينش منه، تفضل مراته برضه. واضح؟ يبقى تاخد بالك ان الفقيه في العقود التي بين الخلق ينظر للألفاظ حتى ولو اختلفت عن المقاصد. طب وفي الامور العبادية اللي بينه وبين الله ينظر للمقاصد بغض النظر عن اللفظ، فلو تلفظ خلاف ما قصد انعقد ما قصد. واضح؟ عشان كده في الصورة دي ان هو قال اسلمت اليك هذا الثمن في هذه البضاعة،
الاثنين حاضرين وتلفظ بالسلم، والسلم بيقتضي ان البضاعه تبقى مش موجوده، فلا ينعقد سلم لان البضاعه مش في الذمه، البضاعه موجوده، ولا ينعقد بيع لانه الزم نفسه بلفظ السلم. واضح؟ فهمت بقى الازهر ليه الازهر؟ لانه الازهر في المذهب هو النظر في المعاملات بين الخلق على الالفاظ لا المقاصد اللي هي القلوب. واضح؟ لان الالفاظ بتضبط العلاقات بين الناس، واقدر ان انا اثبت واجيب شهود انه تلفظ بهذا اللفظ. لما يحصل نزاع عند القاضي يجي الشاهد يقول اه ده قال كذا، تلفظ انه رهن، تلفظ انه بيع، تلفظ انه كفاله، تلفظ انه وكاله. واضح؟ يبقى العبره بالالفاظ هي دي اللي تخلي الامور منضبطه، اما المقاصد فغير منضبطه بين البشر. واضح؟ عرفت ليه بقى ضعف الثاني اللي قالك ما ينعقد بيع وخلاص؟ فهمت ازاي؟ ضعفه ليه؟ لانه يخالف اللفظ، واحنا في العقود عندنا اللفظ يعتبر. فهمت بقى ليه بقى الفقيه ازاي حتى في الاقوال ازاي يرجح بينها؟ وازاي يخلي ايهما معتمد وايهما غير معتمد؟ اللي يمشي مع القواعد يخليه هو المعتمد، واللي يخالف القواعد يخليه موجود في المذهب لكنه غير معتمد. الفتوى ليست عليه. ويدرس، يدرس عشان يعلم التلميذ ازاي الفقيه بيرجح بين ايه؟ بين القوي والضعيف. مش نقول بقى خلاص طب غير المعتمد ده اشطبه وما تدرسوش وما تكتبوش في الكتب، لا نكتبه، لان قد يخطر في بال شيخ من المشايخ في يوم من الايام او طالب علم من الطلاب، لا يقوم يقول له لا ما تفكرش كمان، لان في غيرك فكر وقال كده وصار هذا الراي مرجوح لانه خالف القواعد. واضح؟ والخامس ألا يكون من معين، يعني ألا يكون المسلم فيه من معين برضه، بالرغم انه هيبقى في الذمة. واضح؟ زي ما ضربت لك المثال بكومة القمح، كومة قمح محطوطة كده في محل الراجل بتاع قمح، قلت له والله أنا عايز تديني من الكومة دي 10 كيلو بس تجيبهم لي بعد أسبوع على البيت من الكومة دي، حددت له الكومة دي وبعد أسبوع، ما هو عقد سلم هو بعد أسبوع، بس انا لما قيدته بالكومة دي في خلال الاسبوع ده ممكن تصيبها آفة او تلف فيتعذر التسليم، يقوم ينبني عليه ايه؟ نزاع. يجي الاسبوع اقول له ما جبتش ليه البضاعة؟ ما احنا اتفقنا ودفعت الفلوس يا نصاب. بيقول لي ما انت قيدتني بالكومة دي والكومة دي نزل مطر فعفنت واصابها آفة، فاجيب لك ازاي؟ واضح؟ يقوم يقول لك طب ارجع لك الثمن، تقول له لا الثمن انا لما دفعته لك كان القمح بالسعر الفلاني دلوقتي غلي، انا كده خسرت. يبقى نزاع، مش كده نزاع؟ كل واحد يمسك في خناق الثاني. قام الشرع علشان يمنع النزاع قال لك لا ما يبقاش المسلم فيه من معين كمان عشان اديله الحريه يجيبوا لي من اي حته، انما ما ضيقش عليه وفي الاخر امسك في خناق. واضح؟ فكل الفقه الاسلامي قايم على فض النزاع وعلى عدم أكل أموال الناس بالباطل. كل فروع الفقه الإسلامي وتفصيلات الفقهاء الكثيرة التي لا حصر لها والتي لم ينص عليها الشرع تفصيلا إلا أنها تندرج تحت نص الشرع إجمالا بعدم جواز أكل الناس بالباطل وعدم الغبن وعدم الخيانة وعدم الغش وعدم الخداع و واضح؟ فحول لك الحكاية دي إلى برنامج عملي بقى في الفروع. والخامس ألا يكون المسلم من معين، ألا يكون من معين بيتكلم على المسلم فيه، ما دي كلها شروط المسلم فيه الخمسة اللي فاتوا. مثله الشارح بالسلم في نحو صاع من هذه الصبرة، الصبرة الكومة يعني، وهو ظاهر كلام المصنف. وجعله الشيخ الخطيب في موضع المسلم فيه حيث قال ألا يكون المسلم فيه من موضع معين كمان، ومثله الخطيب الشربيني مثله بمثال إيه؟ السلم في تمر قرية صغيرة أو بستان أو ضيعة، لأنه قد ينقطع بجائحة ونحوها. الخطيب الشربيني ده مثال، لما تروح أنت تقول له مثلا في قرية صغيرة فيها مثلا 100 نخلة، تقول له أنا عايز تديني 10 طن تمر من ال 100 نخلة دول. طب ما ممكن ال 100 نخلة دول يصيب بعضها آفة ما تكملش 100 طن. مش كده برضه؟ طب يبقى هينبني نزاع. لكن لو كان قرية فيها آلاف النخل، قرية كبيرة مليانة، ما يضرش، ما يضرش، لأن كده نادرا ما تأتي جائحة
تاخد القرية الكبيرة، لكن ممكن تاخد عدد قليل. يبقى لما تبقى ضيعة معينة محصورة أو قرية صغيرة أو مكان محصور، لا يجوز أن يكون المسلم فيه منه. واضح؟ ليه؟ لأنه قد يتعذر التسليم فعند وقت الأداء، لأن وقت الأداء بيجي متأخر، لأنه قد ينقطع بجائحة ونحوها، بخلاف السلم في تمر قرية كبيرة أو ناحية، أي في قدر معلوم منه، فإنه يصح لأنه لا ينقطع غالبا لا في جميعه، فلا يصح للزوم أن يتلف منه شيء، ولا بد للزوم أن يتلف منه شيء، ولا بد، يعني ولا بد أن هيتلف منه شيء. واعتبار القرية الصغيرة والكبيرة، تحديد الصغير من الكبير إيه؟ جرى على الغالب بقى العرف، ما احنا عندنا العادة محكمة، عندنا في قواعد المذهب الشافعي العادة محكمة. أما يقول لك قرية صغيرة وقرية كبيرة، نقول يعني قد إيه؟ كم كيلو متر مربع؟ على العرف الغالب. العرف دلوقتي يقول لك إيه؟ إن ده مركز وده كفر ودي بندر ودي مش وهكذا، يبقى المركز حاجة كبيرة، لكن لما يبقى كفر يبقى صغير، يبقى متروكة للعرف. وعشان ليه متروكة للعرف؟ لأن العادة محكمة. واضح؟ يعني كأن العادة من ضمن أدلة الشرع. العادة المحكمة يعني معناها من ضمن أدلة الشرع، يبقى عندنا في أدلة الشرع الكتاب والسنة والإجماع والقياس، مش كده برضو؟ والمصالح المرسلة والعادات الناس وحاجات كتيرة تانية من ضمن الأدلة التانية، قد تصل إلى 10، لكن المشهور نقول 4 وخلاص. فهمت؟ لكن العادة فيما لم ينص عليه الشارع، زي ما قلنا قبل كده أقل سن للحيض، نرجع للعادة المحكمة، نسأل أقل سن الحيض كام عند النساء في جميع أقطار الأرض؟ الإمام الشافعي لما عمل استقصاء كامل، راح اليمن وسأل، وراح مصر وسأل، وراح العراق وسأل، وعاش في الحجاز وسأل جميع الناس، لحد ما وصل عنده أقل سن للحيض 9 سنين، أقل سن. فلو المرأة رأت دم قبل 9 سنين يبقى استحاضة. طب جاب منين التسعة؟ ما النبي ما نصش، جابها من العادة. واضح؟ أقصى مدة نفاس، أقصى مدة نفاس قال لك 60 يوم، جابها منين؟ والشرع قال لنا حاجة؟ ما قالناش، جابها من العادة. سأل النساء لقاهم إنه أكثرهم 60. طب وأغلب مدة؟ 40 يوم، وأقلها لحظة، لأنه كله بالوجود. يبقى الوجود نفسه والواقع المعيش من أدلة الشرع، لأن الوجود والواقع المعيش من خلق الله، والشرع من الله، والشرع جاء من الله لتنظيم خلق الله، فلا بد أن يكون الواقع المعيش له دخل أيضا في تنظيم أحكام الشرع. واضح؟ يبقى الوجود نفسه من أدلة الشرع. فهمت الحتة دي؟ مهمة الحكاية دي، لأن بتغيب على كثير من الناس. واعتبار القرية الصغيرة والكبيرة جرى على الغالب، وإلا فالمعتبر كثرة التمر وقلته. أما نقول بقى قرية صغيرة أو كبيرة، مش شرط، ده غالب، ده مثال. لكن لو كان تمر كتير قوي، واخد بقى، ما يجراش حاجة، لأن نادر إن الكتير قوي ده هيفسد كله. يعني دخلت أنا مثلا في سوق كبير ضخم، في مخازن تمر كتيرة ب10,000 الأطنان، وأنا كل اللي أنا عايزه 100 كيلو، إيه 100 كيلو في وسط ده؟ لما أقول له من سوق العبور تجيب لي تمر مثلا من سوق العبور 100 كيلو بعد شهر، ما يجراش حاجة، يلتزم، لأنه ممكن يحصلها من سوق العبور، لأنه مليان مخازن ومليان تجار جملة، وصعب إن هو إيه؟ ما يعرفش يحصل الكمية دي، لأنها بالنسبة للسوق كمية ضئيلة. يبقى العبرة بالكثرة أو الندرة، وليست العبرة بإن قرية كبيرة أو صغيرة. ده مثال بس بيضعه الفقيه، وليس حصر، ده مثال عشان يدي لك طريقة التفكير بس. واضح؟ وكلا المسلكين صحيح، يعني سواء يقول لك قرية صغيرة وقرية كبيرة، أو يقول لك كثير أو قليل، كويس؟ أدي المسلكين صحيح. ثم لصحة، بيقول بقى إيه؟ ثم لصحة المسلم فيه، نيجي في الهامش، ثم لصحة المسلم فيه 8 شرائط. يبقى خلصنا احنا ال5 شرائط في المسلم فيه. لصحة بقى العقد، لصحة العقد السلم في المسلم فيه
يقول الشروط دي. يبقى المسلم في نفسه ليه شروط، وعقد السلم متعلق بالمسلم فيه ليه شروط، فالشروط اللي جايه الثمانيه دي في عقد السلم نفسه. واضح؟ عشان ليه فصلها؟ لان دي متعلقه بالمسلم فيه الاولانيه، والثانيه متعلقه بالعقد نفسه، بكتابه العقد، بتفاصيل كتابه العقد. واضح؟ ثم لصحة المسلم فيه ثمانية شرائط، وفي بعض النسخ ويصح السلم بثمانية شرائط، الأول مذكور في قول المصنف وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن. هو قايل لك يصفه بالجنس والنوع هناك، ومش كده وبس، والصفات كمان اللي يختلف فيها الثمن، لأن ممكن يبقى الجنس والنوع لكن في صفات تانية غير الجنس والنوع يختلف الثمن بسببها، مش كده برضه؟ فلازم ينص عليها. فيذكر في السلم في رقيق مثلا كنوعه، يقول كتركي أو هندي، وذكورته أو أنوثته، وسنه تقريبا، وقده طولا أو قصرا، لأن كل الحاجات دي تتفاوت في الثمن. أنا لو هشتري رقيق، لو هشتريه شاب غير أما اشتريه كبير عجوز، غير أما اشتريه طفل، لما اشتريه ذكر غير اما اشتريه انثى، وبعدين اما اجيبه تركي غير اما اجيبه هندي، لان ده برضه ليه مواصفات في جسد وغير مواصفات. ده التركي تلاقيه كده ضخم الجثه ممكن يشتغل في اعمال القوه، الهندي تلاقيه كده رفيع وبتاع ممكن يشتغل في الاعمال اللطيفه، واخد بقى؟ فتتفاوت اختيارات الناس، وبالتالي لازم انص على هذا ونص على هذا ونص على هذا. وكذلك انا بشتري جاريه، الجاريه دي ممكن اكون عايزها مثلا بكر، او عايزها سيد، عايزها رفيعة، عايزها سمينة، تتفاوت ايه يعني اذواق الناس، ويتفاوت الثمن ايضا، يتفاوت ايضا الثمن، يعني يتفاوت ذوق المشتري، ويتفاوت ايضا يختلف الثمن. وبالتالي كل ما ينبني عليه اختلاف في المستقبل لابد ان ينص عليه. واضح؟ وقده طولا او قصرا، يعني اما اقول له يعني في طولي كده، انا عايز مثلا رقيق يكون في طولي كده، او يكون اطول مني شويه، او يكون قصير ما تفرقش، وبعدين ايه عايزه يكون سنه في حدود ال20 ووزنه ما يزيدش عن 65 كيلو، ممكن انص على كده عشان ما يجيبليش واحد وزنه 150 كيلو ركبه واجعه وظهره وابع وعنده سمنه مفرطه وحشيله اشيله فين؟ ده لسه هروح ادبس له معدته بقى عشان، وبعدين يبقى اكل وشروب يكلفني كتير، ويبقى تقيل ما يقديش الخدمه، وهكذا. يبقى الحاجات دي كلها مهمة. أو ربعة، ربعة يعني وسط، ممكن أقول له أنا عايزه يعني وسط، لا هو قصير ولا طويل، دي اسمه ربعة يعني. ولونه كأبيض، ويصف بياضه، يقول له أبيض أشقر ولا أبيض مشرب بحمرة؟ يعني البياض كمان أنواع، في أبيض أشقر قوي كده زي بعض الأماكن كده في شرق أوروبا تلاقيهم بيض شقر قوي، وفي غرب أوروبا تلاقيهم بيض حمر، وبعضها تلاقيهم محمرين خالص كأنه طالع من حمام سخن، يعني محمر كأنه مسلوق كده زي الانجليز، تلاقي احمر، كانوا المصريين يقولوا عليه شركسي، يعني يا شركسي يا ابو بندقيه، كانوا يعملوا كده نشيد على العسكر الانجليز ايام ما كانوا محتلين مصر عشان كانوا وشهم احمر. هو طبعا الانجليزي مش فاهم يعني ايه شركسي، وهم المصريين يتريقوا عليه، واخد بالك ليه؟ لانه كانوا حمر كده لونه محمر، يبقى في احمر وفي ابيض اشقر خالص، وفي ابيض مشرب بحمره وسط، وهكذا. فيبقى لازم انص له برضه على اللون، اقول له انا عايز اللون الفلاني. ويصب بياضه بسمره او شقر او شقره، السمره هنا يعني عند لغه العرب على فكره معناها الحمره، يعني ساعات يقول لك سمراء يعني يقصد بها حمراء، وعشان كده حتى وصفوا النبي كده، كان النبي اسمر اللون في حديث جابر، اسمر اللون يعني ايه؟ يعني ابيض مشرب بحمر، ادي معنى اسمر اللون في لغه بعض لغه اهل الحجاز، عنده اسمر اللون غير اسود، الاسمر غير الاسود. في اللغه العاميه بتاعتنا الاسمر والاسود حاجه قريبه لبعضها، لكن لا، في اللغه الاصليه عند اهل الحجاز الاسمر اللي هو المحمر شويه، واخد بالك؟ ابيض مشرب بحمر يسموه اسمر. وإن كان بعض الرواة قال لك لا، ده يعتبر يعني تصحيف من الرواة، وهي أزهر اللون مش أسمر اللون، أزهر اللون في الرواية، مش كده برضه؟ في الترمذي لما تقرأ في الشمائل يعني وتعليقات العلماء عليه، لكن هي الرواية صحت أيضا بأسمر اللون،
وهنا حتى في الشرح قال لك اثمر، دليل ان اثمر في بعض اللغات بتستعمل للاحمر. واضح؟ بياض بسمرة او شقرة، ويذكر في الابل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير، وايضا الذكورة والانوثة، والسن واللون والنوع. طبعا لما اقول لك انا خيل عربي ده ليه تمن تاني غير خيل تركي، ده ليه تمن وده ليه تمن، وده ليه وزن وده ليه وزن، وحجمه وليه حجم، وهكذا، وده ليه خصائص وده ليه خصائص، تفاوت كبير. مش هقول له اديني فرس وخلاص وبعدين يجيب لي فرس تركي، اقول له لا انا كان في مخي انه يبقى عربي. طب انا اطلعت على مخك، ما تكتب اللي في مخك عشان اجيب لك البضاعه اللي انت عايزها. واضح؟ فلازم ينص عليه. ويذكر في الطير النوع والصغر والكبر والذكوره والانوثه، والسن ان عرف. ويذكر في الثوب الجنس كقطن او كتان او حرير، والنوع كقطن عراقي، والطول والعرض والغلظ والدقه والصفاقه والرقه والنعومه والخشونه. ويقاس بهذه الصور غيرها، ومطلق السلم في الثوب يحمل على الخام لا المقصور. الخام اللي هو يعني ايه؟ منسوج قبل ما ايه؟ ما يمر بمراحل النسج المختلفة. بعد نسجه بيمر بمراحل، ساعات يتعرض لنار خفيفة عشان ايه؟ الوبر يتحرق يبقى ملوش وبر، وبعد ما يتعرض لنار يدق علشان يبقى ايه؟ يبقى رفيع شوية. واخد بالك؟ لكن اذا اطلق الثوب يبقى الخام منه مش المكسور. واضح؟ انما المكسور اللي هو مر بمراحل النسج المختلفة لحد ما يبقى ثوب كده ايه؟ صالح للاستعمال المباشر، مش لسه محتاج يعني صالح بقى ان انا افصله على طول. واضح؟ وده بيعرفوه الناس لما بيبقى ايه؟ منسوج من القطن او الكتان، بيمر بمراحل كتيره لحد ما يبقى ايه؟ ناعم كده وجاهز لان احنا نفصله ونلبسه ونحطه على جسمنا. والثاني ان يذكر قدره بما ينفي الجهاله عنه، اي ان يكون المسلم فيه معلوم القدر، كيلا في مكيل، ووزنا في موزون، وعدا في معدود، وزرعا في مزروع، يعني الطول والعرض. والثالث مذكور في قول المصنف وان كان السلم مؤجلا ذكر العاقد وقت محله، أي الأجل كشهر كذا، فلو أجل السلم بقدوم زيد مثلا لم يصح. ونقف على الرابع، نحاول نقرأ كلام الشيخ البيجوري لحد هنا. يبقى هنا بيقول إيه بقى؟ هناخد إحنا ثلاثة من الثمانية النهاردة، نحاول ناخدهم كده نخلصهم في النص ساعة الباقية من الحصة. ثم لصحة، بيقول كده بقى الشيخ البيجوري، ثم لصحة إلى آخره، ثم للترتيب في الذكر والإخبار. فكأنه قال بعد أن أخبرتك بشروط المسلم فيه أخبرك بشروط صحة العقد، فالشروط السابقة معتبرة في ذات المسلم فيه في الواقع، وهذه الشروط معتبر وجودها في العقد، إلا التقابض ففي حريمه، حريم الشيء يعني ما يتبعه، فالتقابض يتبع العقد، مش كده برضه؟ قوله المسلم فيه هكذا في بعض النسخ، وفيه نظر، لأن الصحة لا تضاف للأعيان، وإنما تضاف للعقود. أصل بيقول لك ولا يصح المسلم فيه، فالمسلم فيه ده شيء معين، والشيء ده ينفع فيه صحة وفساد. الصحة والفساد صفة للعقود، مش كده برضه؟ وإنما تضاف للعقود والعبادات. ويجاب بأنه على تقدير مضاف أشار إليه الشيخ الخطيب بقول ثم لصحة عقد السلم عقد المسلم فيه، وفي بعض النسخ ثم لصحة السلم فيه، وعليها بتهيألي لصحة المسلم فيه، وعليها كتب المحشي حيث قال قوله ثم لصحة المسلم فيه، أي الشيء الذي ذكرت له الشروط الخمسة السابقة. قوله وفي بعض النسخ ويصح السلم، وهذه النسخ أظهر وإن كانت الأولى أشهر. قول الأول مذكور في قول المصنف إلى آخره، هذا تصرف من الشارح في المتن، وإلا فقول المصنف وهو أن يصفه إلى آخره معناه أن مجموع الثمانية شرائط هو هذه المذكورات، فالضمير راجع للمجموع، فلا حاجة إلى حمله على خصوص الشرط الأول والإخبار به عن قوله الأول، ولما صنع الشارح ذلك احتاج إلى أن يقول مذكور في قوله، ولو أبقى المتن على حاله لكان أظهر. قول أن يصفه أي أن يذكر في العقد صفاته بلغة يعرفها العاقدان وعدلان، يعني لازم يقول الوصف اللي قايله في العقد يبقى باللغة يفهمها العاقدان،
ويفهمها العدلان اللي هم الشهود كمان، الشهود على العقد اللي هم العدلان اللي هم الشهود، مش كده برضه؟ يبقى لازم اللغة تبقى لغة واحدة، ما يبقاش واحد بيتكلم انجليزي والتاني بيتكلم عربي ما بيفهمش انجليزي، ويعملوا عقد سلم مع بعضهم، ويبقى الشهود بيتكلموا هندي، طب هيشهدوا على ايه ويسمعوا ايه، واحنا هنتفاهم على ايه اصلا؟ طرشان بيعملوا عقد مع بعض، ما ينفعش. يبقى لازم اللغة تكون مشتركة بين العاقدان فاهمينها، وبين كمان العدلان الشهود اللي قاعدين فاهمين هم بيقولوا ايه. واضح؟ وقوله بعد ذكر جنسه ونوعه، اي مع ذكر جنسه ونوعه باللغة المذكورة، فبعد بمعنى مع، لأنه لا فرق بين ذكر الجنس والنوع أولا أو آخرا. فالجنس كالتمر والبر والرقيق، والنوع كالبرني من التمر والحبشي من الرقيق. يبقى الجنس اللي هو بيشمل إيه؟ يعني ما تتعدد أفراده في الصفات ولكن تجتمع كلها في صفة واحدة، أنها مجتمعة في نوع واحد، في جنس واحد. زي ما نقول مثلا إنسان، أهو ده جنس، لكن الإنسان العربي غير الإنسان غير العربي في الصفات وفي اللغة وفي اللسان وفي العادات وفي التقاليد، غير الإنسان الأوروبي غير الإنسان الأفريقي وهكذا. يبقى أما نقول أفريقي يبقى ده نوع، لكن أما نقول إنسان يبقى ده جنس. واخد بالك؟ هنا برضه أما نقول رقيق ده جنس، يعني عبد وخلاص، لكن أما أقول نوعه بقى أقول رقيق تركي هندي عربي وهكذا، يبقى هنا بقى ببين نوعه. زي ما قال لك هنا ان التمر، كلمة تمر دي جنس يندرج تحتها انواع كتير، ده التمر ده انواع كتير، درجة تقول لك المدينة لوحدها فيها 250 نوع تمر، والعراق فيها 400 نوع تمر، العراق بس لوحدها. يبقى التمور دي انواع كتير. مصر عندنا هنا انواع برضه، يقول لك ده زغلول، ده مثلا رملي، ده مش عارف ايه، ده ايه كده انواع. يبقى الانواع غير الجنس، لكن اسمه كله تمر. فالجنس كالتمر والبر والرقيق، والنوع كالبرني من التمر والحبشي من الرقيق. والمراد بالجنس هنا ما كثرت افراده واختلفت صفاته كالانسان، لا الجنس المنطقي كما يشهد بذلك كلامهم. يعني في المناطق يقول لك الحيوان جنس والانسان نوع، يعني خلى الجنس عند المناطق اوسع من الجنس عند الفقهاء، مش كده برضو؟ لدرجة المناطق يقولوا على الإنسان إيه؟ حيوان ناطق، يعني خلوا حيوان جنس ناطق تخليه نوع. واضح؟ يبقى إيه؟ يبقى هنا الجنس هنا غير الجنس عند المناطق. قوله بالصفات التي يختلف بها الثمن، لازم ينص على الصفات اللي ممكن تؤدي إلى اختلاف في الثمن. يعني ينفع اقول لك والله هات لي عربية ب50,000 جنيه بس تجيبها لي بعد شهر؟ طب ينفع ايه عربية؟ كرو ولا عربية حنطور ولا عربية بموتور؟ ايه عربية؟ ولا عربية زبالة ولا عربية ملاكي؟ طب ولو ملاكي اي ماركة واي موديل واي سنة صنع واي اختيارات فيها؟ حاجات كتير لازم بقى نص بقى، لان كل ده يتفاوت في السعر. يبقى كل حاجة تؤدي الى تفاوت السعر لازم انص عليه. واضح؟ وفي بعض النسخ الغرض، يعني التي يختلف فيها الثمن ويختلف فيها الغرض كمان من الاستعمال، لازم انص عليه، لان ممكن يتساوي الثمن لكن ده غرض استعمال وغير غرض استعمال ده، فلازم كمان انص على الغرض من الاستعمال بجانب ايه؟ الصفات. اي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا وينضبط بها المسلم فيه، وليس الاصل عدمها، فخرج ما لا يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا. ايه الحاجات اللي بيختلف بها الغرض؟ كالكحلي، وهو اسوداد جفون العيون من غير اكتحال. يقول لي انا عايز مثلا رقيق اكحل. اكحل يعني ايه؟ يعني رموشه طويله ويبقى اكحل كده من غير كحل. مزاجه كده بيحب لما يشوف الاكحل ده يفتكر النبي، لانه كان اكحل العينين. فهو عايز حتى اللي يبقى عنده في البيت كل ما يشوفه يقول صلى الله عليه وسلم. بس ليه غرض هو. يختلف غرضه. فهمتني ازاي؟ فما يقول اكحل يبقى خلاص اجيب له اكحل. وهل ده نادر؟ مش نادر، في ناس كتير تلاقيها كده، لو دورت تلاقي ناس كتير كده، لكن لو صفه نادره ما ينفعش عقد سلم فيها، لانه قد يعجز عن التسليم البضاعه في الوقت المحدد. كالكحل وهو سوداد جفون العيون من غير اكتحال، والدعج
وهو اسودادها مع السعر. كان النبي كحيلا ادعج العينين، مش دي صفاته صلى الله عليه وسلم؟ والدعج هو سعه العين وشده سواد السواد وشده بياض البياض مع سعه في العين، ده اسمه ادعج العينين صلى الله عليه وسلم، صفاته كانت كده. وان كان بعد ذلك صار عنده احمرار فيما اقيه دائم بكثره السهر والبكاء وقله النوم بعدما بعث للناس بسبب ايه؟ قيامه باعباء البعثه صلى الله عليه وسلم. لكن قبل بعثته كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد بياض البياض شديد سواد السواد، وبعد البعثة قل نومه وكثر نشاطه وعمله، فأصبح علامات الإرهاق تظهر في عينه، فكان عنده احمرار دائم فيما أقيه، يعني البياض الداخلي اسمه المآقي والبياض الخارجي اسمه الملاحظ، فكان الحمار في المآقي وليس في الملاحظ. واضح؟ والملاحة، نقول له انا عايز كده ايه الرقيق ده يبقى مليح كده يعني متناسق، ما يجيبوليش مثلا ايديه طويله قوي يبقى واقف كده وايده واصله لحد تحت ركبه منظره كده ايه غريب شويه، او يبقى مثلا عريض قوي وقصير مش متناسق الاعضاء، او يبقى براسين كده وكنز، ده ما ينفعش، ده مش متناسق الاعضاء ده، فهمت؟ يبقى لازم كمان ايه انص على تناسق الاعضاء، وهي تناسب الاعضاء. تناسب الاعضاء بينص عليها بكلمه واحده انه يبقى مليح. مليح يعني لما تشوفه ما يلفتش انتباهك بعيب معين، واخد بالك؟ زي ما تبص الانسان كده ما يلفتش انتباهك لا في عيب ولا في ميزه، يعني عادي، انسان عادي، لا تقدر تطلع عليه عيب ولا تقولي عليه انه هو متميز عن الاخرين بجمال زائد، ادي معناه مليح. واضح؟ وهي تناسب الاعضاء. والسمن ممكن اطلبه سمين او عدم، وتكلسم الوجه استدارته، وثقل الارداف، ورقه الخصر، يعني الخصر يبقى رفيع اللي هو الوسط يعني، وما لا ينضبط به من الصفات. كل بقى صفات ايه ممكن تؤدي الى اختلاف نص عليها، هو بيديك امثله، يعني الفقيه لا يقصد انه ايه يحصر، هو بس بيوسع لك المدارك علشان تعرف انك انت الصفات التي تؤدي الى اختلاف لابد ان ينص عليها. اي صفة هتؤدي الى اختلاف تقول له بس بشرط يبقى فيه الصفة دي علشان انت عايزها، بحيث عشان ما يجيبوا لك يوفرها لك. كما في مختلط الاجزاء المقصودة التي لا تنضبط، والصفات التي الاصل عدمها ككون الرقيق قويا على العمل، يعني في صفات برضو تانية مقصودة تقول له انا عايز رقيق قوي على العمل، ما يجيبلكش بقى رقيق ضعيف وعنده ربو وعنده مفاصله مكسره وعنده اعوجاج في العمود الفقري وعنده قتب. طب ما ينفعش، انا ده انا جايبه اصلا عشان يشتغل معايا في الارض، ده انا جايبه اصلا عشان هنبني بيت وهيشتغل ويشيل على السلم طوب وينزل ويعمل، تجيب لي انت واحد بقى اقعد انا مرده، فهمت؟ يبقى ايه القوه والضعف ينص عليها، ككون الرقيق قويا على العمل وكونه قارئا، واقول له ان انا عايزه بيعرف يقرا ويكتب، يبقى اما اقول له بيعرف يقرا ويكتب كفايه انه بيعرف يقرا الجورنال وخلاص، يعني مش بيعرف يقرا ويكتب يبقى مثقف ومعاه دكتوراه يعني، لا يعني كده بيعرف يقرا ويكتب وخلاص، فهمت؟ مش يعرف يقرا ويكتب وبعدين اقول له اصله معهوش ابتدائيه، يا عم بس بيعرف يقرا ويكتب، انت مش عايزه قارئ وخلاص، انت قلت لي شهاده، فهمت؟ وكونه قارئا. وضد ذلك لأن الأصل عدمه، فإن شرط شيء من ذلك اعتبر وجوده، ويكفي في القراءة المطلقة عادة أمثاله في بلده، وكذا في الكتابة ونحوها. لو إحنا في بلد معين مثلا بنعتبر القارئ هو اللي بيعرف يقعد على الكمبيوتر، العادة كده كل الناس بتقعد على الكمبيوتر وتكتب على التايبنج كده، وده بيعتبر ويكتبوا عليه ويقروا على الشاشة ويعملوا، دي العادة. لما أقول له قارئ يبقى معناه كده، العادة كده في بلادنا مثلا، العادة في بلادنا القارئ هو اللي يا دوب يعرف يفك الخط خلاص، يبقى بيفك الخط وهكذا، يبقى الاعتبار كلمة قارئ بعادة البلدة وعادة أمثاله. واضح؟ لأن بيقول لك إن هيجي وقت معين اللي ما بيقعدش على الكمبيوتر يعتبر أمي حتى ولو كان بيقرأ في الكتاب، يبقى بتختلف بقى إيه صفات القراءة والكتابة من زمن لزمن ومن قطر لقطر ومن عصر لعصر وهكذا، مش كده برضه؟ قول فيذكر في السلم إلى آخره تفصيل لما أجمله المصنف في قوله أن يصفه بالصفات التي يختلف بها الغرض،
وقدم الرقيق ليه في الأمثلة؟ ليه قدم الرقيق في الأمثلة؟ لأنه آدمي، وهو أشرف أنواع الحيوان، وهو أشرف من الجماد، ولذلك قدمه عليه. يبقى التقديم هنا تقديم تشريف، لأن الرقيق آدمي، وإن كان الوقت في زماننا احنا ما عندناش احنا أسواق رقيق خلاص، فالأمثلة دي أمثلة معتبرة فقط علشان توسع المدارك الفقهية، ولكن ليست لها وجود في الواقع المعيش الآن في زماننا. لكن أيام الشيخ البيجوري كان لسه في رقيق، لأن الرقيق كانوا لحد سنة 1850، بعد كده انتهوا من أيام الخديوي إسماعيل لما مضى عقد مع جميع دول العالم، اتفقوا ومصر مضت ووقعت عليه ان ما يبقاش في رقيق في العالم، فخلاص ما بقاش في رقيق وما بقاش في اسواق نخاسه ولا بيع رقيق ولا الحاجات دي، اختفت من سنه 1850. لكن ايام الشيخ البيجوري كان لسه موجود قبل كده، فبيدي الامثله باللي هو عايشه الواقع المعيش يعني. رجعت غير قانونيه. لا لا مش رقيق حر، لا ده هو بيبيع الخبره، لا ما يعتبرش رقيق، ده بيبيع خبرته. خبرته بس، مش بيبيع نفسه. بيبيع خبرته وجهده ووقته، مش بيبيع نفسه. لكن في بعض البلاد فعلا بيشتروا عيال من الفلبين ويشتروا بتاع، بس ده على خلاف القانون الدولي حتى. ده يعتبر جرائم دولية، لو اتعرفت بيقبضوا على الناس ويعتبروا ان ده جرائم دولية، فهي على خلاف القانون العام. انما كان زمان كانت يعني تجارة محمية. يعني لو واحد مثلا تاجر رقيق وعنده 100 عبد وهجموا عليه سرقوهم، يروح للقاضي والقاضي يحقق له ويجيبهم له، لان البضاعه بتاعته. انما دلوقتي لا، لا تنظر مثل هذه القضايا، لان دي كلها تجارات محرمه دوليا، واخد بالك؟ ايوه. تطلق الرقيق على الأمة وعلى العبد وعلى الرجل. اسمه رقيق يعني ايه؟ يعني يباع ويشترى. خلاص ما بقوش موجودين الوقت. قول في رقيق هذا هو الجنس، وقول مثلا الأولى حسب، لأن ذكر ما بعده يغني عنه خصوصا، وقد قال يقاس بهذه الصور غيرها. وحاصل ما ذكره في الرقيق 5 صفات، وقول نوعه، ويذكر أيضا الصنف إن اختلف النوع كرومي وخطاب وإيه مكتوب عندك إيه وخطابي، يعني البلد بتاعته، اذا كان رومي يعني من الروم يعني اوروبي، مش كده؟ برضه رومي في اللغه بتاعتهم يعني يقصد بيه اوروبي، جاي من اوروبا، كانوا يعتبروهم رومي. وخطابي وقوله وذكورته او انوثته، ويذكر ايضا الثيوبه او البكاره. واما الخنثى فلا يصح السلام فيه، لانه ده نادر، واحنا قايلين لا يصح السلام في بضاعه نادره، واضح؟ فما يقولوش انا عايز رقيق خنثى تجيبوا لي بعد 6 أشهر، ما ينفعش، لانه ممكن تمر 6 شهور وما يعطرش فيه. هاخد فلوس على ايه؟ على بضاعه ما اعرفش احصلها. يقول له بس انا عايز خنثى، يقول له خلاص يا سيدي انا هاخد تليفونك، لما ابقى احصله ابقى ابيعه لك وما ياخدش منك فلوس، يبقى بيع بقى، عقد بيع، واضح؟ فلا يصح السلام فيه. طب هو عايز خنثى ليه؟ اصله جراح بقى وعايز يتمرن في العيال الخنثى دي ازاي يعالجهم وازاي يعملهم. ساعات مدارس بحثيه كانت بتحب تجمع الناس اللي فيهم العيوب الخلقيه دي ويقعدوا يعملوا فيهم تجارب جراحيه علشان يشوفوا يعالجوهم ازاي، فبيبقى لهم غرض صحيح قد يكون ما يضرش، واخد بالك؟ يقول لي يعني هو طالب خنثى ليه؟ يعني حاجه غريبه قوي. يعني ممكن تتفاوت الاخبار، ممكن يبقى راجل باحث في الطب وعايز يتعامل مع الناس ده ويعرف يعالجهم ازاي، وازاي يعرف يحدد الذكوره من الانوثه في انسان مشكل زي كده، ويعمل ابحاث عليها ويدرسها، فعايز يجمعها. فهمتني ازاي؟ يعني ما تتعجبش من اي مثال يقوله، لان لو لم يكن انت لك يعني وجهه نظر وشايف فائده في المثال، قد يكون له فائده عند غيرك. واضح؟ فلازم توسع مداركك، الفقيه كده تلاقيه واسع المدارك. واما الخنثى فلا يصح السلام فيه ولو كان واضحا لنظره وجوده، كما قاله الرملي. يعني من كل 100,000 ولاده بينزل عيل فيه اشكال في تحديد جنسه، من كل 100,000 ولاده، فيبقى نادر يعني شويه، واخد بالك؟ كما قاله الرملي. وقوله وسنه اي عمره، ككون ابن 7 سنين، ويعتمد قول الرقيق في الاحتلام.
لو اقول له انا مثلا عايز ولد كده يكون ايه، يدوب لسه بالغ جديد، عشان ايه ابتدي انا اعلمه بقى من بدايته كده واربيه على ايدي. طب وهيعرف انه بالغ جديد ولا مش بالغ من السن؟ طب والسن هيعتمده ازاي؟ واننا نسال الرقيق نفسه هل بلغت ولا لا يا ولد، او اهل الخبره. اهل الخبره هيبص يلاقي شنبه طالع، يلاقي ليه دقن طالع، صوته بقى خشن شويه، يبقى خلاص بلغ. يعني ممكن نلجا لاهل الخبره وممكن نساله وناخد رايه هو، وهكذا. يبقى كل الحاجات دي. ويعتمد قول الرقيق في الاحتلام لأنه لا يعلم إلا منه، وكذا في السن إن كان بالغا عاقلا مسلما، وإلا فقول سيده البالغ العاقل المسلم إن ولد الرقيق في الإسلام، وإلا فقول النخاسين اللي هم اللي بيبيعوا، أي الدلالين اللي بيتعاملوا معاهم فعارفينهم بظنونهم في حواشي المنهج، إن ولادته في الإسلام ليست شرطا، وإن اشتهر ذلك بل الشرط أن يعرف سنه، ولعل التقييد بها للغالب. يعني بعضهم قال لك لو كانت ولادته في الإسلام نعرف سنه، قال لك لا، ده للغالب بس، لكن ممكن ما يكونش مولود في بلاد الإسلام ولا مولود على الإسلام، لأنه مولود في بيئة كافرة فهودوه أو نصروه أو مجسوه، وبعدين بعد كده انتقل ملكيته إلى المسلمين فصار مسلما، وبعد كده عرضوا للبيع بعد عدة سنوات، فما يشترطش ان يبقى ولادته في الاسلام، ما يشترطش، العبرة بس بايه؟ بالسن بتاعه حسب اهل الخبرة. يعني قوله تقريبا، والسن مطلوب ايه؟ تقريبا مش تحديدا. يعني اقول ده حوالي 10 سنين، ده حوالي 12 سنة كده، لكن مش شرط. يعني ممكن ايه تفرق عدة شهور ما يضرش، لان ايه مش معمول له شهادة ميلاد، ما كانش زمان بيتعمل شهادات ميلاد ولا تواريخ، مش معروف، بيكتفوا الناس بالنظر. حتى بعض الاراف دلوقتي بيسننوا البنات، يعني ساعات العيله تتولد ما يعملهاش شهاده ميلاد، وتيجي في سن الزواج ابوها عايز يزوجها. واحنا عندنا سن الزواج للبنت ما يقلش عن 17 سنه مثلا دلوقتي القانون بتاعنا الحالي، فيقوم يضطر علشان يصح العقد ولا لا يصح قانونا، يقوم يروح لطبيب الصحه يسنن البنت، يقوم يكتب لها انها سنها 17 سنه، يوم يتجوز ايه سنة 16 سنة، يوم بعد سنة تبقى تتجوز، وهكذا. يبقى ايه في حاجة اسمها تسنين برضو الى الان موجود. راجع للسن، ولو اخره عما بعده لكان الاولى، لان التقريب يعتبر في السن والقد ووصف اللون، فلو شرط كونه ابن سبع تحديدا بحيث لا يزيد ولا ينقص بطل السلم لندرته، يقول له انا عايزه 7 سنين بالظبط، لا يزيد يوم ولا يقل يوم. طب اجيبه لك منين ده واتاكد ازاي؟ اذا كانوا ما حددوش سنه ولا شهر ولا يوم ولادته، انت كده بتعجزني، فاهم؟ يبقى لو قال له لازم 7 سنين بالظبط لا يزيد ولا يقل يوم، يقول له افتح الله ما ينفعش العقد ده، دور على غيري. واضح؟ لانه ده هيتبني عليه، ده بتاع مشاكل. يعني اللي بيشرط الشرط ده بتاع مشاكل، ده ناوي يعمل لي مشاكل، فابعد عن المشاكل وابعد عنه، دور على غيره. لانه الناس بتوع المشاكل بيبانوا كده، ليهم امارات في التعامل، فلما تلاقي في اماره بتاع مشاكل ابعد عنه. قوله او ربعه بفتح الراء، اي بين الطويل والقصير. قوله ويصف بياضه الى اخره، اي لان البياض يختلف، فان لم يختلف اللون، يعني في بياض كده تلاقيه زي ملايه السرير ابيض خالص كده شاهد كده، عامل زي الملايه زي الجلابيه البيضه كده، في بياض كده، وفي بياض تاني تلاقيه ملون شويه، في يعني نوع، وفي تاني ملون اكتر بحيث يغلب عليه الحمره، يبقى خلاص نص يا سيدي، نص على اللي انت عايزه. ويصف بياضه، اي لان البياض يختلف، فان لم يختلف اللون فلا يصفه كالزنجي. انا طبعا ضد المثال ده، لان الزنوج ايضا السواد يختلف، في سواد لميع وفي سواد ما بيلمعش. يعني تلاقي النيجيري غير التشادي، والاثنين سود. ده تلاقي مثلا بشرته تلاقيها لامعة شوية لأنه الدهن فيه عالي، بشرة دهنية لامعة، والتاني تلاقيه الدهن قليل فتلاقيه بشرة سوداء داكنة، وهكذا. يبقى حتى السواد يختلف، لكن هو ايه اعتبره هنا لا يختلف، لا يختلف. وبص كده انت في الحجاج وتلاقي كل الجنسيات تلاقيه يختلف، حتى نفسهم يعني الأفريقان يعرفوا بعضهم من بعض بايه؟ باختلاف حتى طبقة سوادهم نفسه. لكن المثال ده مثال قابل للمناقشة، الشيخ اعتبر ان السواد ما بيختلفش لكن في الواقع يختلف.
قول ويذكر في الإبل إلى آخره، فيصح السلم في جميع الحيوانات، لكن في غير الحوامل منها. أقول له مثلا أنا عايز تجيب لي بقرة حامل بعد شهرين، طب أنا بعد شهرين ممكن أنزل السوق ما لاقيش ولا بقرة حامل، وكل الحوامل يكون ولدوا، طب هجيبها لك منين؟ ما ينفعش استلم في البقرة الحامل، بقرة بس وخلاص، طلعت حامل أنت ونصيبك حلو، ما طلعتش حامل إحنا ما ننصش عليها، لأن ده قد يندر يصعب تسليم. قول الذكور والأنوثة، خصوصا ان البقر ده ليه سن، ليه شهر معين في السنه يحمل فيه وبقيه السنه ما بيحملش، او شهر او شهر ونص كده يحصل فيه الاخصاب ويتحمل، وانا متفق معاك هتجيبها لي في الشهر، طب ما الشهر ده اصلا ما فيش اخصاب ولا في حوامل، كله ولد خلاص، واضح؟ فيبقى ما ينفعش اي شرط يؤدي الى النزاع، ما ينفعش سلم. قول الذكور والانوثه اي او الانوثه، قالوا أو بمعنى أو، فالواو بمعنى أو كالذكور والأنوثة، الواو هنا بمعنى أو يعني الذكور أو الأنوثة، فهما في معنى صفة واحدة، فيكون حاصل ما ذكره في هذه الحيوانات أربعة، وإن نظرت للظاهر من جعل الذكور والأنوثة صفتين فالحاصل خمسة. وقول واللون ولا يجد ذكر وصفه ولا ذكر القد، لأنهما في غير الرقيق لا يتعلق بهما كبير غرض. يقول له أنا عايز بقرة عينيها جميلة كده، ما تفرقش يعني وانت هتتجوزها، فهمت؟ فده ما ينعقدش فيه غرض، فهمت؟ ده بخلاف الادمي، الادمي ممكن يقول انا عايز عينيه جميله، لان العينين مدخل للانسان، ساعات ما تبص الواحد كده من عينيه تستريح له، والتاني نظره عينه كده بتضايقك يا اخي، كل ما تشوفه يعكننك، يبقى العين في الانسان ليها مدخل، لكن في الحيوان ما تفرقش كتير، فهمت؟ لا يتعلق بهما كبير غرض بخلافهما فيه، واعتمد الرملي وجوب ذلك وهو محمول على ما إذا اختلف به الغرض. قال لك الإمام الرملي قال لو كان خلق الغرض يختلف في بعض الصفات، رأسه كبيرة شوية، الإبل ده عايز رأسه صغيرة، لأن مثلا في نوع معين مشهور بأنه رأسه صغيرة ونوع تاني مشهور أنه رأسه كبيرة، ده كلام الإمام الرملي، لو اختلف الغرض يبقى ينص عليه. ولا يصح السلم في الأبلق لندوره. أقول له أنا عايز جمل أبيض مثلا صافي، أجيبه لك منين ده؟ ده ممكن يقعد 20 سنة على ما يلاقي واحد، مش كده برضه؟ يبقى ما ينفعش الأبلق. فإن كسر صح فيه، افرض في بلد كل الجمال فيها بلق، خلاص سهل، يبقى سهل يجيبه. وقوله والنوع أي ككون الإبل بخاتية أو مهرية، وكون الخيل عربية أو تركية أو خيل بني فلان، وكون البغال والحمير شامية أو مصرية أو مغربية، كل الحاجات دي تفرق ويقدر يحصلها فممكن. قوله ويذكر في الطير وكذا في السمك ولحمها ولحمهما مثلهما، ويصح السلم في السمك والجراد حيين عدا وميتين وزنا. وأما النحل فلا يصح السلم فيه وإن جوزنا بيعه، لأنه لا يمكن حصره بكيل ولا وزن ولا عد ولا ذرع، واضح؟ يبقى ما ينفعش في السلم، لأن هستلمه إزاي؟ يقول لي خد الخلية، هي الخلية ده الخلية دي فيها كام نحلة يعني؟ ما أعرفش، ما ينفعش السلم فيه. قول النوع إلى آخره حاصل ما ذكره في الطير أربع صفات، لأن الصغر والكبر في معنى صفة واحدة، وكذا الذكور والأنوثة. قول والسن إن عرف، فإن لم يعرف فلا بأس بالسكوت عنه، يعني الطير صعب تحدد سنه، صعب، لكن الحيوان سهل من سنانه بتعرف تحدد سنه، مش كده في الحيوان، لكن الطير صعب شوية. لكن لو فرض إن في ناس أهل خبرة ويعرفوا وأنت على اتصال بيهم وعارف في مكاتب خبرة، ممكن تحدد السن في الطير وتعتمد إيه رأي مكاتب الخبرة، مفيش مانع، لكن لو مفيش يبقى ما تنصش. وهذا القيد في الطير فقط، أما في غير من الحيوانات فلا بد من ذكر سنه. قول ويذكر في الثوب أي ولو مصبوغا قبل النسج، وكذا بعده إن لم يسد الصبغ فرجه كالتمويه. وقوله الجنس إلى آخره حاصل ما ذكره في الثوب 9 صفات، لأن النعومة والخشونة في معنى صفة واحدة، فالواو في ذلك بمعنى أو، وإن اعتبرت مثل ذلك فيما بعد كانت أقل. وقول والنوع وكذا بلده إن اختلف به غرض،
وقد يغني ذكر البلد عن ذكر النوع. انا عايز توف انجليزي او ذكر البلد اهي، يقول انا عايز ايه توب صوف انجليزي، خلاص ما يجراش حاجه. تحدد البلد ما يجراش حاجه. انا عايز قطن مصري ما يجراش حاجه عشان كان طويل التيله، دلوقتي بقى طويل النيله، لا بيزرعوه ولا بينيلوه للاسف ضيعوه، لكن كان زمان القطن المصري ده يضرب بيه المثل على مستوى العالم، واغلى حاجه هي المصنوعه من القطن المصري، اغلى ثياب، لكن ضيعوها للاسف. لأن كونه من نسج فلان مثلا، لا كونه من نسج فلان مثلا. وقولك قطن عراقي أو أي أو هندي أو شامي أو مصري، قول والغلظ والدقة بالدال المهملة وهما وصفان للغزل. طبعا في غزل تلاقيه معمول مدفور كده فتلاقيه سميك زي الخيش وزي الكتان، وفي تاني تلاقيه دقيق زي الحرير وزي الستان، يختلف فلازم تقوله. وقول والصفاقة والرقة بالراء المهملة وهما وصفان للنسج، والأول ضم الخيوط بعضها إلى بعض، ويعبرون عن ذلك بالمليان. يعني الصفاقة تلاقيه الثوب كده تقيل، لأنه نفس الفتلة المصنوع منها إيه يعني مكونة من فتل كتيرة إيه ملفوفة في بعضها كده، بخلاف التاني تلاقيه خفيف. ويعبرون عن ذلك بالمليان، والثاني عدم، ويعبرون عن ذلك بالفارغ، لان يشيله كده يلاقيه يعني خفيف. قول ويقاس بهذه الصور غيرها، فيذكر في لحم غير الطير والسمك النوع، كلحم ضأن خصي، معلوف، رضيع، جذع او ضدها من فخذ او غيره، لان اجزاء الحيوان تختلف، فمقدمه اطيب من مؤخره، لانه يلقى المرعى قبل تغيره، بخلاف نحو البطيخ فمؤخره أطيب من مقدمه، لأن الماء يصل إليه بعد أن يروق، ويقبل عظم معتاد، يعني مع اللحم، يعني ممكن تطلب منه لحم ضأن ويبقى العظم معاه المعتاد، مش يجيبوا لك كله عظم، العظم المعتاد. ويذكر في تمر وزبيب وحب كبر نوعه ولونه وبلده وجرمه وعتقه أي قدمه أو حداثته أو جدته. ويستحب ذكر كونه عتيق عام أو عامين، ومطلقه يحمل على ما يسمى عتيقا عرفا. وفي عسل النحل مكانه كجبلي، وزمانك صيفي، ولونك أبيض، ونحو ذلك. كل دي أمثلة ما فيش إلزام فيها، كل ده بيربي لك الحس الفقهي إزاي تعرف تنفذ الأحكام الشرعية في الفروع التي لا تنتهي، ومعاملة الناس التي لا تنتهي. قول ومطلق السلم في الثوب يحمل على الخام لا المكسور، ويجب قبول المكسور بدله ما لم يختلف به الغرض، وعلم من ذلك صحة السلم في المكسور من غير دق ولا نار ولا دواء، وإلا فلا يصح السلم فيه. لأن أنا قلت لك الأول أن الثوب الخام يغزل الأول، وبعدين يتعرض لنار ويدق، ويتعرض لأدوية معينة عشان تحفظه، علشان يبقى قابل للصبغة وهكذا. يبقى إذا أطلقنا يبقى يقصد إيه على الخام، لو أطلقنا ثوبه خلاص. والثاني أن يذكر قدره، أي قدر المسلم فيه بالكيل في المكيل، والوزن في الموزون، والعد في المعدود، والزرع في المزروع. الزرع يعني بالمتر، يعني الطول، يعني لأن كانوا بيقيسوا بالزراع، كما سيذكره الشارح. وقوله بما ينفي الجهالة عنه، أي جهالة المتعاقدين به. قوله أي أن يكون المسلم فيه معلوم القدر، هذا تفسير باللازم، لأنه يلزم من ذكر قدره الضابط له أن يكون معلوم القدر، وإنما عدل إليه الشارح لأنه هو المقصود من الذكر وفائدته، وهذا أولى مما قاله المحشي. قوله كيلا أي من جهة الكيل أو بالكيل، فهو منصوب على التمييز، أو بنزع الخافض وهكذا ما بعده. وقوله كيلا في مكيل أي فيما يكال عادة كالحبوب ونحوها، ولا يجوز تعيين مكيال ككوز لا يعرف قدره، يقول انا عايز 10 كيزان من التمر اللي عندك ده او من القمح بالكوز ده، يحدد له الكوز. طب الكوز ده معلوم القدر؟ يصح. لو غير معلوم القدر لا يصح، لانه حيح الكوز ده ممكن يضيع منه على ما يجي الوقت اللي هيكيل لي ويبعت لي البضاعه، لان انا حددت له حاجه غير معلومه، فهمت؟ فما حددلوش كوز معين الا لو كان معلوم القدر، عشان لو ضاع اجيب غيره.
ولا يجوز تعيين مكيال ككوز لا يعرف قدره، فلو عينه فسد السلم ولو حالا لإمكان تلفه قبل القبض، فإن كان معتادا بأن عرف قدره لم يفسد ويلغو تعيينه كسائر الشروط التي لا غرض فيها. وهكذا يقال في تعيين الميزان والذراع، حتى لو شرط الذراع بذراع يده فسد السلم إلا إن كان معلوم القدر، لأنه قد يموت قبل القبض. يقول له أنا عايز إيه؟ 10 أذرع بذراعي ده. طب مسك هو قاس ذراعه ده عرفه خلاص يصح، لكن ما قاس ذراعه جامد ما ينفعش. طب وانا هجيب ذراعه منين؟ ده دفنوه خلاص. يبقى لازم يكون معروف القدر. قوله ووزنا في موزون اي فيما يوزن. عاده معظم على فكره الفروع دي كلها بيكتبها الفقيه لما كانوا بيتعرضوا في القضاء لمشاكل مع الناس، يقوم يبتدي لما يجي يكتب كتاب فقه يروح كاتب الفروع دي، لان كل واحد تعرض لموقف من مثل هذه المواقف من خلال بقى حياتهم مع الناس ومع الفتية والأسئلة اللي بتعرض عليهم، والحاجات دي كلها بتفتح ليهم الفروع دي كلها، ويبتدي ينص عليه عشان يمنع الخلاف. فأحيانا مش كلها بيقعد يفكر، لا ده أحيانا بيعيشها، بتبقى فروع هو عاشها وتعرض ليها ومواقف تعرض ليها. وعشان كده لو واحد فقيه بيكتب الأيام دي بنفس الأسلوب ده هيكتب أمثلة غير دي خالص، لأنه يكون تعرض ليها برضه في حياته. وهكذا قول ووزنا في موزون أي فيما يوزن عادة كاللآلئ الصغار والنقدين والمسك ونحو ذلك، ويصح السلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا، بخلاف باب الربا. باب الربا لازم المكيل كيلا تماثل، والموزون وزنا تماثل، لكن ما ينفعش في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا. في باب الربا ما ينفعش، في باب السلم ينفع، لأن في السلم تحديد القدر مطلوب وخلاص، انما الثاني في الربا التماثل هو تحقق التماثل هو المطلوب، والا نقع في الربا. فهمت؟ فباب الربا اضيق من باب السلم في المساله دي. اي فيما يوزن عاده كاللآلئ الصغار والنقدين والمسك ونحو ذلك، ويصح السلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا ان عد فيه الكيل ضابطا كالحبوب. يعني في بلاد بتبيع القمح بالكيل، وفي بلاد تبيع لك القمح بالكيل، مش كده برضه؟ بالوزن يعني، فما يجراش حاجة. كالحبوب والجوز واللوز والفستق والبن المعروف، فيصح السلم في ذلك كله كيلا ووزنا، وإنما تعين الوزن في الموزون والكيل في المكيل في باب الربا لأنه أضيق من باب السلم، والمقصود هنا معرفة القدر وهي حاصلة بذلك. والمقصود هناك في باب الربا المماثلة بما عهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يعد فيه الكيل ضابطا كالبطيخ والقثاء ونحو ذلك مما هو أكبر جرما من التمر، ونحو البقول كالملوخية والبامية والرجلة والخشب والتبن والدريس، تعين في جميع ذلك الوزن لتجافيه في المكيال. وكذا نحو فتات المسك يتعين فيه الوزن لتراكمه في المكيال وثقله في المحل، فيحصل بذلك تفاوت كبير. واستثنى الجرجان وغير النقدين أيضا، فلا يصح السلم فيهما إلا بالوزن، لأن كان زمان لما العملة بيتعاملوا بيها وهي ذهب مع كثرة التعامل تتبري فوزنها يقل، يبقى دينار بس وزنه مش وزن الدينار الحقيقي، اتبرى. فيقول لك السلم لو كان في النقدين يبقى بالوزن، واضح؟ مش بالعد. والجمع بين الكيل والوزن مفسد، فلا يصح السلم فيهما إلا بالوزن. والجمع بين الكيل والوزن مفسد، وكذا الجمع بين العد والوزن في نحو البطيخ كأسلمت إليك هذا الدينار في 100 بطيخة كل واحدة رطلان، أو في بطيخة واحدة وزنها 3 أرتال، لأنه يحتاج معه إلى ذكر الجرم فيؤدي إلى عزة الوجود. يقول أنا عايز بطيخة 2 كيلو بالظبط، واخد بالك منين؟ تتملي 2 كيلو إلا 100 جرام إلا 50 جرام، أو 2 كيلو وجرام و100 جرام و50، يعني صعب أحدد لك قوي، فما تحددها ليش كده يعني، لأنه يحتاج معه إلى ذكر الجرم فيؤدي إلى عزة الوجود. فإن أريد بالوزن في ذلك التقريب صح، يعني يقول له أنا عايزها كده البطيخة في حدود 2 كيلو أو 5 كيلو، بحيث لو جت بطيخة 6 تمشي، جت 4 تمشي، جت 5 إلا ربع ماشية، يبقى تقريبي ممكن، إنما تحديد لا. نعم يصح ذلك فيما يسهل فيه كالبن
بكسر الموحدة، لأن البن لو أقول لك أنا 2 كيلو ممكن يحط لك شوية بن كده وطلعوا زيادة شوية ياخد منه شوية لحد ما يخليها 2 كيلو، إنما البطيخ ياخد منها شوية ما ينفعش، ياخد منها شقة مش حلو، ما هو لو قطعها هتحمق تاني يوم، فاهم؟ لكن البن ياخد منه مش مشكلة. كاللبن بكسر، كاللبن، كاللبن هنا، وكالبن برضه، وكاللبن، لأن اللبن كانوا بيعملوا بيبنوا بالطوب اللبن، الطوب اللبن ده بيبقى ليه قوالب، القالب يملاه الطوب تطلع الطوبة وزن متماثل بالقالب كده، فلو حدد الوزن ممكن لأنه القالب معروف، فممكن في اللبن يحدد الوزن، زي الطوبة دلوقتي المعمولة يقول لك طولها 12.5 سم مثلا، سمكها 12.5 سم في طول مش عارف كام، فمعروفة لأنها قوالب منضبطة. نعم يصح ذلك فيما يسهل فيه كاللبن بكسر الموحدة والخشب، كأسلمت إليك هذا الدينار في 1000 طوبة وزنها كذا، أو في 10 خشبات وزنها كذا. قول وعدا في معدود أي كالأحجار، واللبن بكسر الموحدة، وقول وذرعا في مزروع أي كالثياب والأرض، وإنما صح السلم عدا وذرعا، مع أن الحديث السابق إنما نص على الكيل والوزن للقياس عليهما بجامع معرفة القدر في كل. قول والثالث مذكور في قول المصنف، وده آخر شرط هنقرأه ونقف عليه. والثالث مذكور في قول المصنف إلى آخره، إنما احتاج الشارح لهذا التقدير لوجود أداة الشرط المانعة من صحة الحمل، إذ لا يصح أن يقال والثالث إن كان السلم إلى آخره، أو لإفادة أن الشرط ذكر المحل عند التأجيل لا نفس التأجيل لصحته حالا ومؤجلا. قول وإن كان السلم مؤجلا إلى آخره، وأما إذا كان حالا فلا يحتاج إلى ذكر شيء لأنه يسلم حالا على الوجه الضعيف إن هو ينعقد في الحال، لأن إحنا عندنا في وجه على فكرة أن السلم ينعقد حالا في إيه؟ في لو توفر، يعني لا يشترط الأجل فيه. يعني أنا شرطت لك إيه؟ إنك أنت تديني حاجة في الذمة تجيبها لي مثلا بعد فترة، فقلت لي ده هي موجودة أهي، دخلت المخزن طلعتها لي، يا صح واضح؟ طالما فيها نفس الشروط، في حين ان العقد بدايته كان سلم لكن طلع في الحال. بعض الفقهاء قال لك لا كده يبقى يصير بيعا ولا يصير ولا يكون سلما، يعني فيها في خلاف بين الفقهاء، الاحناف بيعتبروه بيع والشافعيه يعتبروه سلم، قال لك لانه لو صح في معصوف بالذمه يكون في الموجود من باب اولى. واضح؟ يبقى لازم كمان من ضمن الشروط في العقد نحدد الموعد التسليم، ميعاد التسليم، ميعاد التسليم بعد قد ايه، بعد كام شهر، بعد كام يوم، مش نسيبها كده موصوف في الذمه. طب هتديهاني امتى؟ هتجيب لي البضاعه دي امتى؟ امتى دي بقى هو ده التحديد، ده من ضمن الشروط، احدد متى استلم. اما اذا كان حالا فلا يحتاج الى ذكر شيء لانه يسلم حالا، حالا يعني في الحال. قول ذكر بصيغة الفعل الماضي لأنه جواب الشرط، والفاعل ضمير يعود على العاقد كما قدره الشرع بقول العاقد، وقول وقت محله بكسر الحاء أي حلوله، فهو مصدر ميمي بمعنى الحلول، وذكر وقت حلوله يحصل بذكر الأجل إما بذاته كقول مؤجل بشهر فيعلم وقت الحلول بفراغه، وإما بغايته كقول مؤجل إلى وقت كذا فيعلم وقت الحلول بوجود تلك الغاية، وقول الشارح كشهر كذا من القبيل الأول كما هو ظاهر فيعلم بفراغه وقت الحلول. يعني ما يقول له ايه هجيبها لك ان شاء الله بس لما يجي علينا رمضان، يبقى نهاية الأجل نهاية رمضان وبداية الأجل من أول رمضان، يبقى في خلال الشهر ده يجيبه لي، لو انقضى رمضان وما جابليش البضاعة اشتكيه. واضح؟ ولا بد من ذكره بلغة يعرفها العاقدان أو عدلان كالعيد وربيع وجمادة، ويحمل على ما يليه من العيدين وربيعين وجماديين لتحقق الاسم به. فلو قال بعد عيد الفطر إلى العيد، يعني احنا عملنا العقد في شوال بعد عيد الفطر وقلت لك هات لي البضاعة دي بعد العيد، يبقى انعقد في العيد الأضحى اللي هو أقرب عيد هيجي لي، لأن احنا عملنا العقد ده بعد عيد الفطر، فلما أقول لك بعد العيد يجي العيد بتاع الأضحى، طب عملنا العقد ده بعد عيد الأضحى وبقول لك عند بعد العيد يبقى عيد الفطر اللي هو اقرب عيد، يعني واضح؟ فلو قال بعد عيد الفطر الى العيد حمل على الاضحى،
لأنه هو الذي يلي العقد ويحل بأوله إن قال إليه أو إلى رأسه أو هلاله أو بآخره، إن قال إلى فراغه أو سلخه أو آخره، فإن قال في شهر كذا أو في يوم كذا أو في سنة كذا لم يصح على الأصح للجهل بوقت المحل، لأنه جعله كله ظرفا. يعني ما ينفعش يقول لك في شهر كذا وخلاص، لأن كده ما عرفش أنا هيجيبوه في أي يوم، وكده يقف حالي أفضل أنا كل يوم مستنيه طول الشهر. واضح؟ لازم نحدد يوم معين وموعد في اليوم معين كمان، مش أقوله في يوم كذا ويخبط عليا الفجر قبل الفجر بساعة يقول لي جبت لك البضاعة يفزعني. لا، هتجيبها لي يا عم الساعة 4 العصر، الناس بتبقى صاحية في الوقت ده، قال لي 9 الصبح، نتفق على ميعاد كمان مناسب، ما يجيليش في ميعاد غريب الشكل واخد بالك، وبعدين يقول لي أنا جايب لك البضاعة، الميعاد ده ما يناسبنيش، واخد بالك، وهكذا. يبقى لازم كل حاجة تؤدي إلى النزاع ينص عليه. ومعظم الأمثلة زي ما قلت لك مرت على الفقهاء دول قضايا ونزاع بين الناس، فأديه لك أمثلة عشان يمنع النزاع بعد كده. قولك شهر كذا أي كشهر رمضان، فإن أجل بشهر من شهور العرب أو الفرس أو الروم جاز. يعني ممكن يقول لك يناير أو مثلا شهر طوبة، ما يجراش حاجة، أول شهر طوبة ما يجراش، أي شهر، المهم نحدد شهور منضبطة وخلاص، مش شرط يعني تبقى شهور هلالية. واضح؟ لأنها معلومة مضبوطة. ويصح التأقيت بالنيروز وهو نزول الشمس في برج الميزان، وبالمهرجان وهو نزول الشمس في برج الحمل، وبأعياد الكفار إن عرفها المسلمون. يعني احنا دلوقتي عندنا نصارى كتير في مصر، فعارفين أعياد النصارى، عارفين مثلا عيد القيامة بتاعهم، أما يجي يقول لي عندي عيد القيامة إن شاء الله هجيب لك البضاعة، فخلاص مواعيد معروف ومعاده منضبط وإحنا عارفين، ما يجراش حاجة. مش أقول له يا ساتر ليه يا أخي تعملوا كده على معار الجماعة المسيحيين، إحنا مسلمين يا أخي. لأن العبرة مش بإن ده إسلامي أو غير إسلامي، العبرة بتحديد الموعد. واضح؟ تحديد الميعاد وخلاص، بغض النظر عن ده يدل على إيه. ولو عدلين منهم، وإن كان العاقدين بخلاف ما إذا اختص الكفار بمعرفتها. يقول لك معاد عيد كفار ما يعرفوش إلا الكفار. طب أنا هعرف الميعاد ده منين؟ ما ينفعش. لازم لما يقول لي يا معاد نكون أنا كنا نعرفه حتى ولو كان عيد غير مسلم، بس المهم كنا عارفه. إذ لا يعتمد قولهم إلا إذا بلغوا عدد التواتر لحصول العلم بقولهم حينئذ، وإن أطلق الشهر حمل على الهلال، لأنه عرف الشرع، عرف الشرع. يعني لما يقول له هجيب لك البضاعة دي بعد شهر وسكتنا ما حددش نوع الشهر، يحمل على إيه؟ على الشهر القمري. واضح؟ طالما أطلق، لأن إحنا أصلا الشرع بتاعنا منضبط بالشهور القمرية، الزكاة بتاعتنا مرتبطة بيها، الحج مرتبط بيها، الصيام مرتبط بيها، وهكذا. فيبقى لما يقول شهر مطلقا في وسط مسلمين يحمل على الشهر الهلالي طالما أطلق، لأنه عرف الشرع، كما أن السنة إذا أطلقت حملت على الهلالية لأنها عرف الشرع. قال تعالى يسألونك عن الأهل، لما يقول لك هجيبها لك بعد سنة بالضبط، يبقى نحملها على سنة هلالية، لأن السنة الهلالية أقل من السنة الميلادية ب 11 يوم. واضح؟ فهتفرق، فيبقى نحملها على السنة الهلالية. قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فإن انكسر الشهر بأن وقع العقد في أثنائه وكان التأجيل بالأشهر حسب ما بعد الأول المنكسر بالأهلة، وتمم هو مما بعدها 30 يوما، ولا يلغى المنكسر. يعني في أثناء شهر يبقى احسبه بالهلال واجبر كسره لحد 30 بعد كده من التاني. واضح؟ لئلا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد. نعم، إن وقع العقد في اليوم الأخير من الشهر اكتفي بالأشهر بعده بالأهلة تامة كانت أو ناقصة. يعني احنا اتفقنا آخر يوم في الشهر إن هيجيب لي بعد الشهر، فجاء الشهر اللي بعديه 29 يوم، يبقى خلاص 29 يوم لأن الشهر انقضى. واضح؟ لكن إمتى أجبره ل 30 لو كان في أثناء الشهر؟ واضح؟ ولا يكمل مما بعده سواء كانت تامة أو ناقصة، بل إن كانت ناقصة فلا تكميل أصلا، وإن كان الأخير منها كاملا كمل المنكسر وهو اليوم الأول من اليوم الأخير من الشهر الأخير،
وقد يقال يلزم على اعتبار الشهر بعده مع عدم تكميله زيادة الأجل بانضمام ما بقي من اليوم الأول إليها، وقد يجاب بأنه اغتفر لقلته. قوله: فلو أجل السلم بقدوم زيد مثلا، أي كأن قال أسلمت إليك كذا في كذا إلى قدوم زيد أو قدوم الحاج أو إلى الحصاد أو إلى أن يدق الكاشف الصوان. وقوله لم يصح أي للجهل بوقت المحل. إيه يعني قدوم الحاج يعني؟ ما أنا ما نعرفش الوقت تنفع، المثال ده ما ينفعش أيام الوقت ينفع. أما أقول له أما يجي الحاج فلان، طب ما الحاج فلان عارفين إنه حاجز يوم العودة بتاعته عارفين. ممكن اتصل بقى له اعرف الحاج فلان هيجي يوم ايه، يقول لك هيجي يوم كذا الساعه كذا في طياره الساعه كذا. بقى زمانهم لا، كانت قوافل وبتمشي ويقول الحاج مسافر 40 يوم على ما يجي، واحيانا يتاخر واحيانا يتعجل على حسب ايه يعني وعر الطريق وصعوبه الجو والطقس وغيره. فصعب ان انا احددها بمجيء الحاج ايام الشيخ البيجوري، دلوقتي ممكن احددها بمجيء الحاج. وهكذا يبقى يختلف التفاصيل باختلاف الازمنه والامكنه، واخد بالك؟ فالمثال فقط اللي هو الذي يؤدي إلى وقوع نزاع هو المعتبر، والذي لا يؤدي إلى وقوع نزاع يبقى هو ده اللي احنا ايه ننص عليه. والله تعالى أعلى وأعلم، ونقف عند هذا الحد إن شاء الله، نكمل يوم الخميس القادم. في أي سؤال في اللي فات؟ احنا أخذنا أكتر من ساعة، بس احنا ايه كده علشان عايزين بس نخلص عند جملة مفيدة. في أي سؤال؟ الحمد لله، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وقل عن ذكري الغافلون، وجزاكم الله خيرا.